مو احنا اللي نسوي كذي، مو احنا اللي نسكر ال مو بس الميكروفونات، التعليقات في تويتر، مو احنا صدرنا وسيع ويعني وقلبنا مفتوح قبل مكاتبنا. ترى اغلب اللي يتكلمون وينتقدون لو تسالهم يقول لك انا بالليل اقعد مع الربع في نادي الغاسي. هذا ابو كرش الله يحفظه، ابو يوسف عسى الله يحفظه ويبارك فيه، ينتقد ويقعد بيننا الكل هذا امر مقدر. راضي على الاتحاد؟ يعني انا اعتقد يعني اتحاد القدم بالنسبه لنا من الناحيه القانونيه اعتقد ان غير شرعي، بل واحنا قدمنا طعن في هذا الامر، واعتقد الكل شاف تصريح الحميدي السبيعي بعد ما تم رفضه من 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 الخصوم في موضوع انتخابات الاتحاد والطعن في الاخ عبد الله الشاهين. في المقابل الاخ عبد الله طريجي اللي الكل يعرف توجهه، احنا طلبنا رفض الاخ عبد الله لكن هيئه التحكيم يعني رفضت طلبنا. احنا عارفين الوضع الرياضي شنو كان لآخر عشر سنوات، ليس فقط الوضع الرياضي، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، كل شيء تدمر في الكويت. لكن احنا نؤمن بأن القيادة السياسية عندها نظرة، بأن القيادة السياسية ما تكلمت عن تصحيح المسار إلا تقصد تصحيح المسار في كل شيء بمن فيها الرياضة. يمكن تأخرنا شوية في الرياضة لأن بالنسبة يعني الحكومة يمكن عندهم أولويات، احنا نقدر هذا الشيء، لكن بإذن الله الإصلاح بإذن الله سيأتي بالرياضة، وبإذن الله سنفرح، وبإذن الله يعني تتعدل الأمور كلها، والفساد ما له يعني ما تاريخ صلاحية. قد يحوشك ترى يعني إيقاف جديد بسبب تصريحك. أنا متعود أطالع مباراة من برا، يعني يمكن الجمهور يدري أنا طالع، يمكن أحوس يعني تعودت عليها. فبالعكس ما اخشى لا ايقاف ولا ذكر عن فهد الانصاري، تكلمت عن فهد الانصاري، شفنا في اعتزاله في بدايه الموسم او نقول في القسم الاول، هل هو عموري؟ هل هناك جديد في القسم؟ شوف عموري المساله فنيه بحته وقانونيه، الخلاف في الاعلام في الوقت الحالي بالنسبه لنا، وما زال هناك خلينا نقول اوجه للطعن، لكن انا اعتقد او نحن نعتقد في نادي القادسيه ان معنا حق، نعتقد ذلك، ومو احنا اللي نقول، لاعب يقول. يعني احنا اليوم لما يكون عندك قضيه شائكه تقول راي وراي اخر، لكن اللاعب طلع في فيديو وموجود الفيديو وانتشر، ويعلم الله مو احنا اللي طلعينه، ترى ما ادري عنه، ترى جمهور القادسيه اللي طلعوه، احنا يمكن بعض الاوراق وصلت لنا، لكن الاخ وربعه ما شاء الله عليهم هم اللي طلعوا الفيديوهات وطلعوا تويتر وطلعوا. احنا المساله الخلاف فني، الخلاف قانوني، ليس خلاف اعلامي. في الفتره الحاليه ممكن نتجه للاعلام في حال ظلم نادي القادسيه قانونيا، لكن طالما في اوجه للطعن وما في مجال للطعن ننطر، لعل وعسى ان مسطره الاتحاد هذه المره تكون واحده على الجميع، ونسال الله التوفيق.